اول، هدف اول بدري للمان سيتي في هذه اللحظات من ركلة جزاء. الارجنتيني يتمكن من التسجيل افضل الهدافين في هذا العام في عام 2016 فيما يتعلق ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، يتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه اللحظات لمصلحة المان سيتي. اللاعب الذي سجل 17 هدف في 18 مباراة يسجل الهدف الثامن عشر في المباراة التاسع عشر فيما يتعلق ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز في النصف الثاني في الموسم الماضي، وكذلك الامر هنا في المباراة الاولى لهذا الموسم. لكن بداية قوية